الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. بس تواصل الحلقة مع في فقرتنا النهاردة من برنامج الأهلي الليلة بعد ما كان معنا الحديث مع الصديق العزيز الأستاذ محمد الجندي، وكان معاه كابتن محمد عبد الجليل، والكلام عن كرة القدم والحديث عن الذكريات والحديث عن كل ما يخص كرة القدم في النادي الأهلي. بتواصل فقرتنا ونكمل فقرتنا النهاردة في فقرة الألعاب الأخرى بوجود مدير فني قدير، مدير فني حقق بطولات كثيرة للنادي الأهلي، مدير فني محقق 8 بطولات أفريقية منهم واحدة وهو لاعب، واحدة وهو مدرب عام، و6 بطولات أفريقية أخرى، 8 دوري، حصيلة كبيرة جدا 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 في جعبة الكابتن عاصم حماد المدير الفني ورئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. نرحب بك كابتن عاصم، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، اهلا بيك وسعيد ان انا موجود طبعا في بيتنا قناه الاهلي ومع حضرتك بالذات. انت اخ عزيز ويعني يشار لك بالبنان في لعب كره اليد يعني، فاهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عاصم، ويعني سعيد انا جدا النهارده حضرتك معايا، لعب تحت ايدك اكتر من 18 سنين تقريبا صح، وحققنا بطولات كتيره مع بعض. بس النهارده هنشوف بقى كابتن عاصم حماد ومسيره تاريخ كبير في كره اليد. كابتن عاصم حماد، مش هنبدا من شريط الذكريات، لكن هنبدا من البطولات الافريقيه اللي هي كان ليها الباع الاكبر في تاريخ كابتن عاصم حماد. وتقول ايه عن البطولات الافريقيه اللي عملتها؟ عملت واحده كلاعب، واحده كمدرب، واحده مدرب عام عفوا، و6 بطولات افريقيه، انجاز كبير يا كابتن عاصم. بص، الحمد لله على كل شيء، انما طبعا ايام البطوله الافريقيه واحنا لاعب دي كانت اول لاعب ليا وانا في النادي الاهلي مع الدرجه الاولى، كانت ايام كابتن مسعد عباس، وكان معاه في خواجه تاني كان اسمه خواجه بولندي كده، كان اسمه ادوار. طبعا دي كانت اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي تقريبا يعني. ساعتها كان في طبعا فيها لعيبه ان شاء الله من البنان يعني، جيل الذهبي برضو يعتبر للنادي الاهلي، وكلهم اصلا فيهم مدربين عظام زي كابتن الالفي، كابتن عماطي، كابتن عمر عطيه، موجود دلوقتي كابتن سمير الجزار، يعني اسامي كتير. الحقيقه كانت اسامي بسم الله ما شاء الله يعني ليها رصيد قد كده في النادي الاهلي يعني. جينا بعد كده خدت مدرب وانا شغال مدرب عام مع كابتن جمال شمس الله يرحمه، رحمه الله عليه طبعا. برضو عصر كابتن جمال وانا معاه مدرب او بتاع، كان برضو من البطولات قد كده، خدنا بطوله افريقيه دي كانت في تونس، وكان معايا في نفس الوقت وانا شغال مع كابتن جمال كابتن طارق محروس وكده. وعلى ذكر كابتن طارق محروس، احب ان انا يعني ابارك له على بطوله افريقيا للشباب اللي هو لسه واخدها، وبارك الاتحاد المصري عليها بمشيئه الرحمن يعني. وبعد كده دخلنا احنا خدنا البطولات دي. الحقيقه 6 بطولات افريقيه دول يعني زي ما بيقولوا ايه، نشأة جديدة للنادي الأهلي مالك البطولات، انه يخش يبقى بطل أفريقيا وانه نفس أفريقيا تماما ويبقى عنصر أساسي في أفريقيا وكده. كان بقى لنا فترة طويلة أول ما خدنا أول سنة خدنا فيها، خدنا أفريقيا أبطال دوري وأفريقيا أبطال كأس. كان بقى لنا حوالي أكتر من 20 سنة ما خدناش بطولات أفريقية برغم اشتراكنا فيها وكده. وبالتالي ده فتح المجال ان للقب والانديه اللي زي الاهلي كده يعني، اول ما تفتح لها بس فتحه صغيره كده تروح تبص تلاقي اللقب ده هو ماسك فيه، ده مفيش يعني. الحمد لله كان فتحه خير يعني. كابتن عاصم، تاريخ كبير، 25 سنه خدمه في مجال التدريب، حضرتك عاشرت ولها حاجات كتير، عاشرت جيلنا وعاشرت اجيال اخرى. عايز اعرف حضرتك التطور بين الاجيال او الاجيال اللي كان يعني ايه ما يميز جيل سامع عبد الوارث، جوهر نبيل، اشرف عواض، الجيل اللي يميزه كريم السعيد، محمد ابراهيم، الجيل الحالي اللي موجود عندنا، ايه الفرق بين الاجيال دي؟ بس الفرق بين الاجيال الفرص. تمام. اجيال جوهر وجيلك وجيل كده كان جيل عظيم جدا، حقق لمصر في كره اليد اكتر يمكن على مستوى المنتخبات اكتر من مستوى الانديه. ويمكن ما سمعناش عن كرة اليد الحديثة وأيام، وكمان نشأ مدربين على اسم كبير زي كابتن جمال شمس الله يرحمه، كابتن عاصم السعداني، كابتن كريم مراد، كابتن محمد الألفي، دي أسامي كلها اتنشأت في مجال التدريب في العصر ده وفي عصر اللعيبة وكده. وجبت رابع عالم في
في اللعبة الأعلى حاجة أنت جبتها على كمنتخب مصر. كمنتخب مصر مظبوط. إنما ما كانش فيه الفرص قوي في أفريقيا أو مشاركة في أفريقيا، ما كانش فيه اهتمامات قوي، ما كانش فيه تركيز قوي إن إحنا إزاي نجيب أفريقيا عن طريق بطولات الأندية سواء أبطال كؤوس أو أبطال. كمان كانت البطولات الأفريقية ما كانش بتنظم بالطريقة دي دلوقتي إنها تبقى منظمة، وإن يبقى فيه بطولة أبطال دوري، يبقى فيه بطولة أبطال كأس، وكان فيه سوبر. ما كانش فيه الاهتمام ببطولة أفريقيا الكلام ده حتى من حيث تنظيم الاتحاد الأفريقي نفسه يعني. مع تجديد الكلام ده والبطولات اللي هيبقى ليها تقلها في البطولات الأفريقية وكده، بدأ يخش أصلا النادي الأهلي وكده. الكلام ده كان تقريبا من المدة اللي فاتت، العشر سنين اللي فاتوا وكده يعني. وبالتالي هو ده اللي أنشأ الكلام ده، الفرق بين الجيل ده والجيل ده. الجيل ده لقى نفسه إنه بيلعب بطولات أفريقية، في أفريقيا أبطال دوري وأفريقيا أبطال كاس، وما بينهم سوبر، وأفريقيا أبطال كاس بتاخدها عشان تحجز مكان في السوبر اللي هو بتاع السنة الجاية. وبالتالي الاثنين ليهم بقى أهمية قصوى، وأبطال دوري عشان تبقى شريك في السوبر. فبالتالي ده ما كانش متواجد. أنا وإلا كان النادي الأهلي في الجيل ده كان دخل أصلا ونافس، وطبعا كان أضمن. إنما كان العكس بقى، كان أياميكو بطولات العربية كانت أكتر تمام، لأنها كانت بتعمل في وقت مناسب أصلا كانش فبالتالي كنت مشترك فيها كتير وكنا بنستحوذ عليها أكتر. طب الجيل الحالي واستعداداتنا، نروح بقى للجيل الحالي وهو جيل أهم بالنسبة لتاريخ للنادي في الوقت الحالي، قولنا استعداداتنا إيه للموسم الجديد؟ والله استعدادات الموسم الجديد، احنا كان يعني مجلس ادارتنا اعطانا فرصه ان كان جات لنا دعوه من نادي الشارع الاماراتي ان احنا نشارك في بطوله وديه. هي دايما كان بيبقى عادها في نص السنه، بس هم لاحتياجهم وعدم ان هم مش عارفين ياخدوا يعني اجازات للاعبتهم وكده، فبالتالي عملوا نظموا بطوله عندهم. كانت في اول مره ينظموا بطوله في اخر شهر 8 طبعا. شاركنا فيها، كانت تبقى استعداد لينا كويس للدوري والافريقيا مشيئه الرحمن. بعد كده ان شاء الله هنخش ماتشات الدوري اللي هي جايه لينا، ثلاث ماتشات هنلعبهم مشيئة الرحمن حسب نظام الدوري. وبعد كده هنحاول ان شاء الله نسافر قبل افريقيا بحوالي اربع ايام او حاجه، نعمل معسكر كده صغير زي ما متعودين دايما في طريقنا طهران. غالبا هتبقى في المغرب لو احنا خدنا الطيران المغربي ان شاء الله، تبقى في المغرب ونطلع بيها ان شاء الله على ابيجان بطوله افريقيا ان شاء الله. عندي سؤال، وانت قلت لي اسال زي ما انت عايز قبل الحلقه، ما قلقتش لما خسرت من الشرق الاماراتي؟ كانت اول مره في يعني نخسر بالشكل ده من فريق عربي على طول على الارض، ما قلقتش على الفرقه؟ بص انا ممكن كنت قلق من الكلام ده لو انا في وقت تاني غير الموسم، في اول وقت الموسم تمام. الوقت الاولاني من الموسم ده لازم ما قلقش، لان دي ماتشات وديه. لو ما كانش بيتذاع في التلفزيون او لو ما كنتش سافرت ما كانش حاسس مين كسب مين خسر. تمام تمام عادي يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تنساش ان انا عندي لعيبه، كان 8 لعيبه موجودين في منتخب مصر بقالهم 6 اسابيع مع مدرب جديد بيتمرنوا، ما اعرفش عنهم حاجه، جم قبل العيد بيومين. وبالتالي كان لازم ما اقدرش اضغط على لعيبتي زياده، لان لو تعرضت لاصابات في بدايه الموسم انا اللي هشيلها اصلا على بطوله افريقيا او الدوري. ماتش الشرق ليها ظروفه كده، ممكن شارق عشان كان بيلعب عنده فورمه كويسه في ماتشاته كده، انما انا كان قدامي لسه فتره على بدايه الدوري. مش المفروض ابقى فورمه عاليه اصلا اعلى فورمه العب بيها عشان ادخل على الدوري بعد كده وادخل على افريقيا. هو ده اللي يمكن الحاجه الوحيده اللي خلتني ما اضغطش على لعيبتي في حاجه زي دي وكده. مش معناها ان انا مش متضايق من الكلام ده وكده، انما دايما الماتشات الاولانيه الوديه اللي هي قبل بدايه الموسم ما بيبقاش فيها ستريس على اللعيب في كذا او في نيه وكذا، لان هي ماتشات وديه يعني. لولا انها اتذاعت في التلفزيون وكانت بقى بره لو لعبت ما كانش حد حاسس اصلا مين كسب مين خسر. يعني راي حضرتك ان انت ما عندكش مشكله، دي فعلا دي حقيقه، دي فترات اعداد لازم نقول للناس ان دي فتره اعداد ما فيهاش ادنى مشكله ان فرقه تخسر، لكن اهم حاجه تحط ايدك على عناصر اللي حاجه هتلعب بيها في اهم حاجه ان لعيبتي تخش جوه فورمه المباريات عشان ابقى جاهز اصلا. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه طبعا، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عندك مثلا لعيبه مصابه ما تقدرش لسه راجع من اصابه ما تقدرش ادخلها مره واحده، في لعيبه كانت مصابه ما اقدرش احمل عليها مره واحده اثناء المباراه دي لمجرد هذا الغرض وانسى ان انا داخل على موسم فيه ثلاث ماتشات وبعديها بطوله افريقيا. يعني التارجت عند كابتن عاصم حماد في المرحله اللي جايه هي بطوله افريقيا، بنستعد للبطوله الافريقيه عن طريق الدوري المصري من خلال الماتشات الدوري اللي هي مهمه بالنسبه لي طبعا، عشان تجميع نقط عشان خاطر ناخد الاربعه اللي من المجموعه يعني. بالتالي ده التارجت بتاعي من خلاله ابقى جاهز ان شاء الله على بطوله افريقيا. قول لي الدوري المصري هيشتغل ازاي؟ يعني هنبدا ازاي بس نعرف جماهير الاهلي الدوري هيكون شغال الوضع بتاعه شكله ازاي؟ هو الدوري المصري السنه دي حقيقه الاتحاد خد اختيار جديد شويه، حب يدي الفرصه لفرق ثانيه اكتر انها تحتك وكده وبتاع، فزود بعد ما كان بيبقى 12 نادي بس خلاهم 18 نادي. ال 18 نادي وزعهم على اساس مجموعتين تمام، وقال ان المجموعه تلعب دوري من دور واحد جوه المجموعه، اول اربع فرق
من كل مجموعه تخش مع بعض تكون 8 فرق. تمام. يبقى الدوري بقى اللي هو رايح جاي اللي هو رايح جاي ده هو 8 فرق هو تحديد بطل الدوري. ده دوري المحترفين. ده دوري هو كله دوري محترفين. كويس. انما هو خلى مرحله تبقى 8 انديه بس عشان يبقى منافسات اكتر. كويس. والمستوى اعلى وكده. مستوى قريب. ويبقى مستوى قريب وكده. طبعا الحقيقه عندك كنت بتكلم حتى مع رئيس حد كان باشمهندس هشام كان راجع معايا وكده قلت له طب ما الانديه الثانيه اللي لعبت دوري من دور واحد ما خدتش يعني فرصه كويسه انها تحتك وتاخد خبراته وكده. طبعا الكلام ده عشان الوقت مزنوق طبعا عشان كاس العالم طبعا وسعادات المنتخب وبعدين يرجع ورمضان وكده فالدنيا يمكن ده التفكير ده يمكن يستتبعه الموسم اللي بعديه مشيت الرحمن. انما دي الفكره كلها ان مجموعتين بياخد الاربعه الاوائل من كل مجموعه بيطلعوا على ما اظن بنقط او كده لسه هنشوف في الاسس يبقوا 8 فرق يلعبوا دوري رايح جاي لتحديد بطل الدوري. كابتن عاصم حماد لما الاتحاد المصري خد قرار ب اولا ان يلعب مباراه واحده في الاسبوع هو طبعا اكيد لوجهه نظر الاتحاد المصري وكنت بكلم حضرتك قلت لي لا الماتشين كانوا احسن بالنسبه للفريق يعني بس لما قل عدد هتاخد مباراه واحده مناسبه للدوري المصري رايك ايه؟ والله بص لو بتسالني على رايي الشخصي ده حاجه طبعا لازم احترم اصلا الفكره او ده كده انما احنا ما يعني دايما الحاجه الجديده ما تنفعش تبقى اقل تبقى اصعب احنا بقى لنا عمر اصلا محققين كل النتائج اللي فاتت كلها في الهاندبول كمصر يعني او كده ان احنا اتعودنا على لعب مباراتين في الاسبوع احمال المباراتين في الاسبوع حتى قبل كده ما كان في مدربين اجانب كانوا موجودين كان بياخدوا السبت والحد والاثنين 5 وحدات تدريبيه واحنا برضو نلعب مباراتين في الاسبوع في الاخر يعني حيل. كنا الاول بنختلف مع كده حتى الدكتور عايز رئيس التحكم في اجتماع بينا وكده وبتاع كنا بنقول الكلام ده وكده ومع كابتن جمال والكلام ده انما خلاص بقينا قناعه عندنا الكلام ده وكده كويس فنيجي نعمل الكلام ده السنه دي مره واحده لما نيجي اصلا ماتش واحد كنت انا مثلا في احمال بشار على ماتشين بطولات افريقيا الانديه بنلعب ماتشين ورا بعض بطولات العالم بتبقى ماتشين ورا بعض الكلام ده كله بتبقى فرصه لينا ان احنا احمالنا تبقى زي ما هي ما اقعدش اغير او ابتدي اغير تاني عشان اعود لعيبتي على الكلام ده وبالتالي مثلا عندي ماتش واحد في الاسبوع هبتدي اتعود ان انا احاول العب ماتش ودي اليوم الثاني مش هيكون في نفس قوه طبعا الماتش الاساسي أكيد. او ان انا احمل اصلا ثاني يوم ما اديش اجازه بسبب الكلام ده انما ممكن ده نظرا ممكن يكون لظروف شايفها الاتحاد مع المدرب الجديد اصلا بحاجه معينه انا ما اقدرش طبعا اقول الكلام ده انما انا شايف ان الحقيقه ان ماتشين في الاسبوع كان احنا كمصر حقيقه كانت لو انت عارف الكلام ده كويس كانت مميزه في وسط الدول العربيه كلها ان الدوري بتاعها بيلعبوا ماتشين في الاسبوع وساعات 3 كمان ده غير زيادة الدورات المجمعه تونس نفسها المنافس الرئيسي لينا يعني كانت بتحلم تعمل زينا والسنه اللي فاتت عملوا جزء زينا كده قالونا في حكايه الدوره المجمعه كده انا لو ان هو دي حاجه كويسه ان اعود لعيبي على الماتشات دي وكده فراحوا قالونا كانوا بيحاولوا يعملوا الكلام ده حتى على مستوى الشباب والناشئين بداوا يعملوا الكلام ده عشان شافوا نتيجه الكلام ده وبالتالي ممكن تكون تجربه يعني نجربها بالظبط هي تجربه يعني. اعتقد هي تجربه يعني تحتاج ان احنا نجربها مع الاتحاد الجديد فكر جديد وفكر مختلف عن الاتحادات اللي قبل كده كلهم كل اتحاد بتسلم بعض في الهاندبول بالذات في كده كوميونتي معينه كله بيشتغل ورا بعضيه لكن هو فكر جديد اعتقد فكره جديده ممكن ننتظر في ما سيحدث فيه وان شاء الله يكون حاجه كويسه هو مش هيحدث حاجه يعني هو مش هيحدث حاجه هو احنا كنا بنقول احنا ان شاء الله ممكن يحصل الكلام ده النتيجه لما يعني يظهر بعد كده ممكن الاتحاد يعدل يبقى نص الموسم كده نص الموسم كده يعني هي حاجه مش درجه جامد انما العادي والطبيعي ان احنا ما بنلاقي حاجه جديده والله نقول يا جماعه ليه كذا طب كذا احنا مقتنعين ان ممكن المدرب الجديد برده مع احترامي الشديد للمنتخب برده قدامه فتره عايز يعرف المنتخب كويس عايز يظهر كويس في الاخر الاتحاد عايز يشغل مستوى يعني كلها منظومه يعني. اعتقد كلها منظومه واحده والانديه ماشيه مفيش شك فيها يعني الاتحاد المصري لازم نقول في البطولات المحليه شايف شكل المنافسه ازاي جوه البطوله المحليه يعني خلاص هنلعب رايح جاي هنروح نلعب بعد كده دوري المحترفين هو الرايح جاي عفوا دوري من دور واحد بعد كده دوري من دورين شايف شكل المنافسه تنحصر فين بعد كل الفرق ما جددت فرقها بشكل كبير في الفرق في لا مفيش شك ان المنافسه السنه دي منافسه قويه كمان اللي هو نظام الدوري ده في النص الثاني منه اللي هو بتاع 8 فرق طبعا 8 فرق يعني معناها اقوى 8 فرق موجوده في مصر بتحتكم مع بعضيها ما فيش ماتش وماتش يعني في الاول كان 12 فرقه فبيجي لك ماتش اقل شويه تلعبه مع الماتش الثاني اقوى شويه كده دلوقتي الماتشات كلها ما فيهاش هزار يعني 12 8 فرق هم 8 فرق اللي هيكونوا الصافي بتاع فرق مصر كلها هي اللي بتلعب الدوري وبالتالي المباريات كلها هيبقى ليها تقلها وكده يعني حضرتك بتقول ان الدوري لا يقبل القسمه على 2 في المرحله الثانيه
المرحله الثانيه طبعا الدوري اصلا ما فيش فيه هزار. كل ماتش وكل نقطه فيه هيبقى ليها اهميتها. على اخر الموسم هيبقى دوري قوي لان انت اكتفيت بثمان فرق اللي هم المفروض ان هم اقوى ثمان فرق موجوده في مصر، ومع الثمان فرق دول طبعا اللي هيتوفروا هيبقى هم دعموا نفسهم بلعيبه كتيره وكده، تدعيمات كتيره جدا في كره اليد. كل 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 نادي عايز كل ما يعني يمشي في اللعبه ويطور مستواه، اصلا الرابع عايز يبقى تاني، التاني عايز يبقى اول او ينافس ياخد دوري، فمن حق كل نادي يعمل يدعم نفسه يعني. مدعم نفسه بطريقه كبيره، والنادي الاهلي السنه دي دعم بصفقتين باحمد خيري ويوسف معرف جاي من المهديه التونسي. هكلمك بصراحه، الناس شايفه ان تدعيمات الاهلي مش اللي هي تدعيمات اللي هي كانت محتاجها النادي الاهلي، مش احتياج فني، هم عايزين يشوفوا فريق الاهلي فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه. عايز حضرتك ترد على الجزئيه دي، لان الجزئيه دي كانت محل خلاف كبير مع جماهير النادي. بص، انا جماهير النادي ليها حق طبعا ان هي اصلا تبقى مهتميه وكده وبتاع، انما انت بطل بتدعم نفسك. تمام. مش بطل وما بدعمش نفسك طبعا. لازم ابقى عندي الرؤيه دي اصلا وانا بدعم فرقتي، وانا عندي فرقتي الاساسيه اللي هي جايبه يعني مثلا الجيل ده مثلا جايب الاربع سنين اللي انا قاعد معاهم جايب 14 بطوله ما من بين اصل من 14 بطوله تقريبا يعني من ما بين سته في سنه بيقفل فيها البطولات كلها، السنه الثانيه مش معقول ان هو يقفل البطولات كلها. انما الجيل ده على مدار اربع سنين شغالين معايا جايبين 14 بطوله تمام، ما بين محلي وما بين افريقيا، منهم سته افريقيا. وبالتالي انت ما تيجي تدعم فريق ما بتدعمش فريق من تحت او من العدم او عشان خاطر يحقق، انت بتعدم فريق بطل يعني فريق بطل يعني فريق معاك لعيب مشارك معاك 100%، انما ممكن تدعمه بحيث ان انت شايف عجز معين، مستوى لاعب عندك نزل شويه. برضو انا ده ما بيقلنيش، ان ممكن يقلقني ان لعيب ينزل مستواه موسم مش معناه الموسم الثاني هيبقى نازل مستواه. وبالتالي بقدر الامكان انت بتحاول تدعم برضو، مش اروح اجيب لعيب مش عارف قد كده العبه وتتقلب فرقتي بعد كده ان تبقى فرقه اللعيب الواحد. ما هو برضه انت لازم تاخد بالك ان لما يجي لعيب قد كده زي ما هو طالب معناه ان الكل يخدم على لعيب واحد، مش هيحصل الكلام ده. وبالتالي لازم تجيب الحاجه اللي هي المناسبه اللي هي تخش جواهم فيأدوا بأداء كويس أكتر، يكون نمط تاني غير الأنماط اللعب اللي موجودة عندك، فيضيف للأنماط الموجودة فتلعب أحسن. هو ده يعني. أنا عايز أقول لك حاجة أكتر، هجوم هجمناه وأنت كنت شريك معايا فيه أصلا، خدت رأيك ساعتها واستشارتك في أيام ماتش السوبر اللي فات اللي هو مع الزمالك، إن عاصم مش عايز حد وكده وبتاع، مش حد يعرف، وأنا خدت رأيك ساعتها إن على لغاية ومجلس إدارة النادي ما تأخرش لعيب كان جاي لغاية 30,000 يورو على ماتش. صح. لولا ان ظروف الانتقال وظروف الانتقال الدولي وكده وبتاع ما فيش. جربنا على واحد تاني كان هيوصل بعد الاجتماع الفني باربع ساعات، يعني وصل الساعه 1 بالليل. ما حدش يعرف ان احنا انا طلبت ان الماتش يتاخر عشان خاطر كده يعني. فاهم ازاي؟ يعني في حاجات كتيره، في حاجات كتير عايز تقولها. ما حدش يقدر يعني. كابتن عاصم حماد مش قدام الجماهير النادي الاهلي مش باخر على فرقته، بتدور على كل حاجه فريتك. هو انا ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. يا اما انا اكون سعيد ان انا حققت كده مع النادي الاهلي، هل تفتكر ان انا اي مدرب في الدنيا مهما كان وهو بيحقق بطولات مع ناديه هل بيكتفي ان يحقق بطولات ويقعد خلاص الحمد لله على كده وما حققش بطولات ثانيه؟ ده النادي نفسه بيطالبني وانا قاعد عشان خاطر بيطالبني ببطولاتي. فهل ممكن واحد قاعد في النادي الاهلي ايا كان المدرب يجي مره النادي الاهلي الا في كل لحظه في كل ثانيه بيدور على بطولته او ان ياخد بطوله؟ ده مبدا اصلا في النادي الاهلي. بيجي يمسك النادي الاهلي بيشتغل بهذا المبدا سواء من صغير او كبير. تمام. بيلعب على بطوله فقط لا غير. هي بس كانت نقطه توضيحيه ونقطه خلاف كبيره. كابتن عاصم، ارقام الهاندبول جريت شويه، اسعار العقود اللاعبين ارتفعت شويه. اما اقول لك الكلام ده اقول لك هي اسعار الكوره ما ارتفعتش. لا، مفيش شك ان الالعاب الجماعيه كلها بلا استثناء الحقيقه ما كانش واحد فينا وانت لعيبه وانا كنت بياخد 40,000 جنيه يفكر في توم اصلا اللي بيحصل ده خالص يعني. اخر عقد كان 40,000 ومن اربع سنين ما كنتش تتصور ان دلوقتي هيحصل الكلام ده. صح. انما هي دي بقت الرياضه الاحترافيه، هي دي عندك، ما كانش حد يتصور ان الاسعار كده.
انما بالتالي هي الاحتراف كده يعني هو الاحتراف قابل مش هي مش سلعه قابل للعرض والطلب اكيد العرض والطلب ده هي قابله للكلام ده ممكن السنه دي تمشي ستيبل عادي اصلا ومره واحده تلاقيها ارتفعت وفضلت عليها وممكن تبص تلاقيها كل سنه بتزيد وانت مش قادر توقفها يعني من وجهه نظرك ان انت فعلا الاسعار بقت طالعه ده ارتفاع طبيعي او معدلات ارتفاع طبيعيه لكن هي المنافسه القويه بين الانديه اللي هو ياخد لعيبه هي دي اللي بتطلع سعر اللعيب اكتر طبعا المنافسه قويه وان كل نادي بقى طامع ان هو يحقق مركز اكتر ده حاجه اساسيه الحاجه الثانيه البيئه المناسبه او البيئه اللي حواليك اصلا بتحلك الكلام ده يعني انت مع احترامي الشديد انت بتنافس كمنتخب مصر وكاتحاد عايز تعمل لعبه عاليه وعايز تجيب تسويق عشان تسوق وتكسب من ورا الكلام ده حقيقة. بالتالي لو انت بتسوق من ورا الكلام ده ما طبيعي لعيبك اللي انت بتسوق من وراه ده لازم يكون في قدر معين في سوق التسويق كويس قوي سعر عالي ومناسب وكده مع احتياجات اللعيبه مع احتياجات الكلام ده مع البطولات اللي انت بتحاول تحققها وتلعب عليها وكده فلازم اغراءاتك للعيبه تجيب احسن لعيبه ومهما دفعت فيها عشان خاطر تحقق الكلام ده وبالتالي هي زي ما يقولوا التسوق او التسويق ما هو سلعه مناسبه اصلا لازم تعملها كويس اطرافها كتيره قوي اساس فيها هو اللاعب وبالتالي اللاعب لازم تمنه وفقا للاحتياجات طب قول لي احمد خيري ويوسف مهرب دخلوا الفريق خلاص طبعا احمد خيري ويوسف هو يوسف بس كان في مشكله من احنا مالناش ذنب فيها فبالنسبه للامارات ما عرفش ياخد تاشيره تونس حتى تمام عشان تونسي ما عرفش يخش الامارات ما عرفش ياخد يعني تاشيره متاخرت شويه فطبعا كان حاول يجيبوها لنا حقيقه جابوها على اخر يومين ثلاثه فما كانش في معنى ان هو يسافر وكده اتمرن في مصر اتمرن في مصر وكده مع فريق الشباب احمد خيري كان موجود معانا وكان مشارك في المباريات بنسبه 100% وهو لعيب ان شاء الله زيه زي يعني انت بتخش يعني دايما انا بدخل لعيبه عندي اصلا لعيبه مواليد 94 بالذات لان لعيبه مواليد 94 هو جيل كان حقق رابع عالم وكده وخد خبرات كويسه كان اخر جيل تقريبا عمل معسكرات كتيره بره وهو بيستعد لكاس العالم وكده فعندهم خبرات كويسه وفي نفس الوقت سن مناسب يجمع ما بين السن الصغير والخبره وبالتالي احمد كان من هو قائد المنتخب ده وبالتالي يعني لو رحنا لجيل 94 هروح برضو هقول لك تفاوت او سؤال برضو الناس بتساله الاعمار السنيه في فريق كره اليد مرتفعه شويه ولا هي اعمار مناسبه بخبرات مختلفه معاك صغير ومعاك كبير بص يا كابتن خالد برضو عشان نوضح برضو بالزبط. عشان خاطر عارف بتوضح كتير النهارده اي فريق فيه لازم يكون فيه مستوى خبره بالظبط ومستوى تاني اوكي ما ينفعش يخلي مستوى خبره مثلا تبقى عندك مستوى خبرات 34 سنه وكده ده في عز اصلا كان زمان 34 سنه ده قاعد في بيتهم بيدور على شغلانه وانتهى الامر على كده حصل دلوقتي الاحتراف والماده بتخليك ان انت كل همك وشغلك كله هو الماده اللي جايه لك اصلا الاحتراف وعشان كده الماده غلت راجل محترف اصلا فبتلعب اصلا لغايه اخر وقت وبالتالي مطلوب ان فريق بطل ما ينفعش ان يبقى بلا خبرات وما ينفعش ان تبقى خبرات وجايب سن صغير قوي جديد يقول تنزل تاخد من الشباب وتعمل كامل الفجوه اللي ما بين الاثنين دي ما تمشيش وانت بتحافظ على البطوله لان ما حدش هيسكت لك هتقول له يا اصل صغير كده وبالتالي انت بتوجد الجيل اللي في النص اللي هو اكثر خبره لو جيل عنده 24 سنه 25 سنه يخش يسند بشويه بشويه كل واحد في ميعاده او في مكانه يعني او في وقته اللي يبطل يلاقي واحد اصلا اوكي هو ريدي مكانه عنده خبرات كافيه ان يعوض الكلام ده لان عشان يعني الاول كان بيحصل دروب جامد جدا تبص تلاقي الناس بطلت والنادي بعد عن البطولات شويه فيقول لك اصله يعني بيجدد محدش هيسكت على الكلام ده محدش هيسكت على الكلام ده ان انت عشان بتجدد فيعني ايه بيبعد عن البطوله سنتين ثلاثه مفيش حاجه اسمها كده الاهلي ما ينفعش فيه محدش هيسكت على الكلام ده ولا الاهلي كده ولا اي نادي اصلا بطل حقيقه هيسكت على الكلام ده وبالتالي انت لازم بتوزن الدنيا في الوقت المناسب بتلاقي تقدر سنة عن كده وكده انا شايف ان يمكن الموقف اللي انا فيه ان في عندي لعيبه ليها خبرات واسمها ولعيبه هنا اللعيبه اللي عندها خبرات واسمها هنا معلش مع احترامي الشديد ما كلها في منتخب مصر كلها منتخب مصر يعني دي حقيقه يعني ما يكون عندي 8 من منتخب مصر اصلا موجودين اصلا عميد منتخب ده طبيعي عميد منتخب مصر اصلا موجودين فهو ده طبيعي ومنطقي ان هو يحصل كلام في وقت معين تمام هتبص تلاقي الاحلال والتجديد ماشي في وقته المناسب اللي ده بيأدي وأدى اللي عليه خلاص والتاني اكتسب خبره بحيث ان ما يحصلش فيه دروب. طيب بقول لك بقى ايه بما انت فاتح النهارده كده معايا الاسئله واسئله بريحه اخبار محمود عاصم ايه؟ محمود عاصم ده ابنك
بتعاملوا ازاي في الملعب كابتن عاصم؟ بص انا دايما ابني بعامله زيه، يعني لو هم 16 لاعب هو رقم 16 دايما بيكون محل خلاف. وده اصلا انا عارف ان انت اصلا دايما بتتخانق معايا على الكلام ده. ده حصل ودايما بتقولي الكلام ده. دي حقيقة. بس اشتغلنا قعد قلت لك انت انا زي ما بقول لك يوم ما امشي من النادي هو ياخد حقه، اصلا زي ما كان مع كابتن طارق محروس. انا يوم ما مشيت النادي كان مع كابتن طارق محروس. هو انا عايز اوضح نقطة ان هو ما لعبش وقت كابتن عاصم حماد، هو لعب وقت كابتن طارق محروس. مظبوط. ده حقيقة. ما كانش يعني انت جيت لقيته جوه الفرقة. هو كان موجود في درجه اولى، وكان معايا اصلا كان شباب، ما كانش درجه اولى. واو. وكنت باخد لعيبه من الشباب، انا لعيبهم فوق، يمكن هو اقل واحد كنت باخده اصلا، كنت باخد لعيبه تانية فوق. انا جيت مشيت اصلا لما تسجل في الدرجه الاولى كان طارق محروس. كان عليه خلاف كتير في النادي برده والسوشيال ميديا ان حضرتك بيمرن ابنه، بس اعتقد دي حاجه عاديه جدا. هو انا عايز اسال سؤال قصاد الناس اللي السوشيال ميديا بتتكلم. وانا المفروض انا ما اكون 25 سنه في الهاندبول مدرب بس غير ما كنت لعيب. كويس. المفروض لما انا اخلف واربي ابني العبه لعبه تانية غير كده؟ خد بالك انت طبعا عندك خلاف راي. عندي حاجات كتير. يعني انت مثلا ابنك مش عايز تلعبه هاندبول. صح. وانا عارف الكلام ده، انما انا واحد من الناس يعني العادي والطبيعي ان هو العب ابني اللعبه اللي انا يعني امرنه والعبه اللعبه اللي انا عشت فيها عمري كله زي كل معظم المدربين اليوم. اقول لك كده بصراحه لازم اقولها على هوا وحقيقه، يعني انا كنت ليا خلاف معاك على لعب محمود عاصم او عدم لعب، وحاسس انت بتيجي عليه دايما وابدا بتيجي على محمود عاصم. بص العادي والطبيعي ان انا اجي عليه وانا موجود في المكان اللي انا ماسكه. تمام. عشان تبقى الامور ماشيه بما يرضي الله. تمام. وهو هو بدراعه بيثبت الكلام ده ويعمل الكلام ده، وعنده منافسه قويه في المركز بتاعه مع بكر وكده، لعيب ليه شانه ومنتخب مصر وكده، ويكتسب خبرات من زمايله وكده وبتاع. والله يوم ما اسيب النادي لو هو جدير بالكلام ده هيكمله كده، انما انا ما يعني زي ما بيقولوا ايه، هو ده اللي يرضيني وابقى انا مستريح وابقى انا عارف ولاعيبتي عارفه الكلام ده. انا كنت ما مشيت من النادي او ما من النادي اقول لهم خدوا بالكم من محمود، وانا موجود هو ياخد باله من نفسه وهم ياخدوا بالهم منه، انما انا مدرب جاي لفرقتي كلها، يوم ما بيوحش هيقعد، يوم ما هو كويس ويثبت نفسه كنبي. انما زي ما بيقولوا قولي اصعب موقف تعرضت ليه مع محمود عاصم جوه الملعب، وانت اب ومدير فني وتعرضت عليه. هو انا اتعرضت عليه عشان اتلمت عليه يعني، بس حاجه طبيعيه. انا اصلا ما بخشش اللعيبه، انا في جهاز طبي بيخش اللعيبه متعور. اخر مره في بطوله افريقيا بتاعه كؤوس اللي فاتت دي كان هو حد زقه في القايم وكده في العارضه وكده، دخل في العارضه زيه زي اي لعيب تاني. كنت هروح له بعد ما يطلع من الملعب. انا عارف وشفتك وكنت موجود في الملعب. ازاي جالك قلب تسيبه؟ يعني انت ابوه في الاخر والماتش شغال وابنك طلع على المستشفى. ومع احترامي الشديد، وانا برضو هو انا ممكن ما اكونش موجود في ماتش زي ده، وممكن ما اكونش عايش له اصلا. ربنا يديك صحه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظ. انا يعني بالمبدا ده انت ممكن مش قاعد لابنك، انت ممكن ما اكونش عايش له اصلا، او ممكن ما اكونش موجود في المكان. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظ. زيه بقى زي زمايله كلهم، هيروح في اي وقت اصلا اول ما يطلع بره الملعب. اللي هو من حقي بقى ان اروح اسال عليه واطمئن عليه، واذا كان اصلا اسيب كده يعني ده العادي الطبيعي. ما انا سبت قبليها على طول، كان في ماتش اصلا سبت البطوله ورحت مع لعيب عندي اتعور عشان اروح المستشفى اطمئن عليه وكده. فعلى حسب الموقف اللي بتعرض له زي ما قلت لك، هم 16 لاعب، فهو 16 لاعب الموجودين. هو رقم 16. كابتن عاصم، خلينا نخش على البطولات واصعب البطولات على كابتن عاصم حماد. اصعب البطولات اللي عدت عليا يعني؟ اصعب بطولات عدت عليا هي بطوله افريقيا ابطال دوري، اول بطوله افريقيا ابطال دوري ياخدها النادي من 25 سنه. اللي انا خدتها في الاول في كنا في طنجة في المغرب. وانت كنت جيت كده يعني زياره مبدئيه معانا كده يعني. كان وش حلو عليك وشفت. كان وش حلو علينا طبعا في الشكل. اصعب بطوله لانها كانت تحدي، كنا قبلها لعبنا بطوله عربيه ورحنا خدنا فيها تالت، خسرنا سيمي فاينال وخدنا تالت. كنت اول مره امسك انا البطوله، كنت يعني النادي الاهلي كنت جيت من منتخب الاردن وكده. فجيت مسكت على طول، كانت البطوله على طول. خدنا خساره بطوله عربيه، وجيت بقى في النادي اتسالت تحت، يا عاصم انت خساره بطوله عربيه هتطلع برضه بطوله افريقيا وكده؟ كان ردي يعني مع احترامي الشديد كان الباشمهندس هشام سعيد. قلت له يا باشمهندس انت جايبني عشان خاطر ده النادي الاهلي بيلعب في ده كده، ما ينفعش ان انا ما اطلعش يعني. فقال لي بس انت لسه خساره بطوله عربيه هتطلع تاني، انت عارف الكلام ده؟ قلت له ما فيش مشكله، حتى لو ساعتها انا مشيت انا شايف ان لا
وانا شايف ان انا عامل الكلام ده ده تمهيد عشان انا ان شاء الله اجيب البطوله دي. طبعا ما كنتش مصدق، انا افتكرت ان هو ايه يعني هيخش يرفض البطوله وهيمشيني وكده او تمشي الامور. لقيت هو طالع معايا رئيس بعثه، طلع معاك رئيس بعثه. والبطوله دي كانت صعوبتها في ان طبعا اول مره يعني ايه تونس، ويعني ايه لعب تونس، كان ساعتها لعب تراجي التونسي مرتين والزمالك برضو كده، وكان بطوله ليها شانها وبقالنا كتير وكده. فالحقيقه دي بالنسبه لي كانت اصعب بطوله عدت عليها. هفكرك بموقف البطوله دي. جوه البطوله دي اتطرد منك اتنين لعيبه في السيمي فاينل، وقعدت قعده كبيره اتنين، وحصل اصابات، كان عندك اربعه اساسيين بره الملعب. ازاي قدرت نرجع بالتاريخ لورا شويه، قدرت تكسب نادي الزمالك وهو كان فول باور فول تيم؟ بص يا خالد، نادي الزمالك برضو المفهوم ده للناس زي ما تقول السوشيال ميديا وكده، في حاجه اسمها النادي هنا فيه انديه منافسه. تمام، نادي الزمالك هو اكبر نادي منافس للاهلي. تمام، فالعادي والطبيعي لازم يستحوذ على البطولات وانا استحوذ على البطولات. ده هي دي قوه المنافسه. لوجيك. ده لوجيك قوه المنافسه، مفيش حاجه اسمها حد يشيل كله وحد يشيل كله. النادي الا في سنه من السنين ده حاجه كويسه. تمام، ده حاجه كويسه يعني، ده يبقى كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. اقول لك منتهى الامانه، يعني اللي بيحط اتكاله على ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. دي نمره واحد. نمره اتنين، يا اما بتكون حاطط واثق ان انت واثق في لعيبتك كلها، وحاطط مهما تعرضت لمواقف او من الاخر انت معود لعيبتك كلها ان ده جنب ده، ده جنب ده، او اي واحد يلعب جنب حاجه، يا اما تنقص ما يبقاش في مشكله. الا لو انت عامل تشكيل مثلا اساسي ما فيش اللي هو يوم ما ينقص منه حد تبقى المصيبه صغيره. عارف ايه المشكله في النادي الاهلي؟ مشكلته ان جماهيرنا لا ترضى باي خساره بطوله. يعني مثلا في الكوره مستحوذين على كل حاجه تقريبا ما شاء الله، هم نفس الكلام، عايزين في الهاندبول يستحوذوا، في الباسكت يستحوذوا، هي القصه كده عند جماهير النادي الاهلي. بص، دي رغبه محترمه نحترمها ونحطها في راسنا من فوق، مفيش شك، واحنا عشنا عليها وتربينا عليها وكل حاجه. انما مش معنى ان القدر في حاجه يبقى معناها ان الدنيا واقعه او في مشكله او في حاجه. انا بقول لك ده اللي حاجه طبيعيه. انما ان انا احلم بالكلام ده او كده، ما احنا تربينا كلنا في وسط ده، ما انت تربيت في الكلام طبعا، وهم اتربوا في الكلام ده وكده وبتاع. انما المشكله الايام دي بقت الدنيا تقيله شويه يعني. بقت تقيله من السوشيال ميديا يا كابتن عاصم. ايه ده؟ بتقله من السوشيال ميديا خالص، لان خالص. انا مش على الفيس اصلا. ما عندكش سوشيال ميديا خالص؟ لا خالص ولا تحت خالص، ومع ان في ناس كتيره من مجموعه هناك بييجوا يقابلوني في النادي وكده. يعني زي ولادي بالظبط يعني. كانوا معايا كده، ساعات ازعل منهم ان يعني بيسمحوا بان يحصل بس ده كتير في الالفاظ يعني، بس اعتقد ان هم من حبهم للنادي. انما لا، مش هم اللي بيعملوا. هو يعني مسؤولين عن صفحاتي يعني والكلام ده، انما في الاخر هم زي ولادي يعني، انت تفهمهم مثلا ده غلط كده او خلاص. انت مشكلتك بس لو سمعت ان في حد بيتجاوز، لكن مش مشكله النقد. لا يعني يتجاوز برضو، النقد ده اوكي. التجاوز باللفظ هو اللي مش مناسب، وبرضو ليا انا شخصي ما بزعلش. حاجه عاديه، انا ازعل يا اما يبقى تجاوز باللفظ في حق لعيبتي. تمام، يعني هو ده اللي انا ازعل منه. انا في حق، انا حاجه عاديه، ما العادي والطبيعي ان انا في موقعي ده، ان انا في حد يرغب ما يرغبش، في حد هيشتم ما يشتمش، دي حاجه احنا عرضه ليها، واحنا خلاص يعني خبرات خلتنا ان احنا وكده عادي. المشكله ان يبقى باللفظ وكده بتاع لعيبتك وهي كسبانه وهي خسرانه، احنا الاثنين واحد يعني. فهو ده اللي بيزعلني بس، مش اكتر يعني. كابتن عاصم حماد، البطوله الافريقيه اللي جايه تمثل ليك حاجات مهمه انا عارف شخصيا، لكن هل النادي الاهلي هيستعين بحد من الخارج؟ سؤال صعب شويه، سؤال سهل. هو انا ممكن، لا هو هو هيستعين، هيستعين. ناوي. تمام، انما انا اقدر ان انا اتكلم، دي خليها بقى انت تبقى تعرف دي حاجه، ده حاجه ليك، لكن ان شاء الله في استعانه. ان شاء الله مشيت رحمان في استعانه، لان زي ما بيقولوا كده ايه يعني، من ضمن السياسه يعني البطوله الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا بطوله مهمه جدا. طرف في السوبر اللي جاي. ايه؟ طرف في السوبر. انا كده كده طرف في السوبر. بالظبط. انا كده كده طرف في السوبر. مظبوط. انما يا اما تكون ان شاء الله يعني لو ربنا كاتب لك ان شاء الله تكون فيها، فانت هتنقي الطرف الثاني اصلا. بتاخد ثاني ابطال الكاس. بتاخد ثاني ابطال الكاس. تاخد ليبيا. هو تحدي لينا لحاجات كتيره جدا، تحدي لعيبتي لحاجات كتيره برضه من ضمن السوشيال ميديا اتقال عليها وكده. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني يكون عالم بنيتنا اصلا، واحنا اللي هنعمله، وان شاء الله كل ما ربنا قدرنا عليه وان شاء الله ربنا يوفق. كابتن عاصم محمد هو شغال مع الفريق جوه بطولات زي بطوله افريقيا اللي جايه دي، بيمنع لعيبه عن السوشيال ميديا، بيفصلهم تماما، ولا سايب الامور طبيعيه
اللي يسمع اللي يسمع واللي يقول يقول واللي يتكلم يتكلم. عمري ما خدت اصلا حاجه الكلمه الوحيده اللي انت مالكش الا دراعك تلعب بيه توكلك على ربنا سبحانه وتعالى وانت بتادي. ربنا هيدي لك على قد ما انت بتادي. كله بيجيبه ربنا سبحانه وتعالى كويس. افصلوا بقى عن الكلام ده خالص وكده وبتاع، انما ان انا امنع حد وان يسرع عمري ما منعت. ما منعت خالص خالص. طب قول لي احنا عندنا كام ماتش قبل ما نسافر بطوله افريقيا؟ 3 ماتشات ان شاء الله. هنلعب مين؟ هنلعب البنك الاهلي يوم الخميس الجاي ان شاء الله مشيت الرحمن، وبعدين الاسبوع اللي بعديه باي. وبعدين هنلعب نادي الحوار في المنصوره مشيت الرحمن. كويس تمام. وهنلعب ماتش تاني مع نادي الزهور. مع نادي الزهور. هل انت شايف ان 3 ماتشات كافيين لاستعداد لبطوله افريقيه؟ بتتكلم على منافسه وطموح قوي جدا تكسب البطوله دي، ولا هتاخد ماتشات تانية؟ لا اي الماتش بقى زي ما قلت لك ان انا دايما لما هلعب ماتش في الموسم مش هقدر اكتفي وانا بسعد الافريقيا ولا مثلا اكتفي بماتش واحد طبعا مشيت رحمن، وبالتالي هلعب ماتشات تانية وبقيه الفرقه طبعا عايزه تخش في جوه المنظومه يعني عشان تلعب تخش جوه الفورمه، فبالتالي الفرقه كلها هتبقى عايزه تلعب مشيت رحمن. طب كابتن عاصم وانت موجود معانا وانت رئيس جهاز كفايه اعتقد كده عليك اسئله كتير اتقالت النهارده، كنت صريح جدا في اسئلتك واجوبتك يعني. خلينا نخش على قطاع الناشئين. هل النادي الاهلي موجود فيه قطاع ناشئين؟ كابتن عاصم حد بيقول ان هو هيمد الدرجه الاولى في الاوقات اللي جايه فرق بلعيبه كتير. بص يا كابتن خالد اتفضل. اولا هنقول اخر سنه السنه اللي فاتت كويس او السنه اللي قبلها كمان. انت عندك اهم حاجه في اي قطاع لعب كره يد الا هم الاشبال الناشئين الشباب. تمام تمام. ده قوام الاساسي. ثلاث مراحل تحت ثلاث مراحل هم تحتيهم. وما تنساش ان احنا في لعب كره اليد نزلنا لتحت قوي، نبتدي من 6 سنين. تمام. والعادي والطبيعي حتى على الصفحه الرسميه بتاعت حد الدوري تلاقي 11 سنه هو الايه او 10 سنين هي البدايه. منافسات. طبعا المنافسات اصلا وكده من كده ده رسمي. تنصح الاتحاد المصري ان هو يبدا منافسات من السن ده؟ ما اقدرش اقول الكلام ده لان مش نصيحه يعني، تدي مشوره. لا تدي راي. مش ما اقدرش عشان خاطر الراي. هو العادي والطبيعي ان انا ابتدي بالسن الصغير ده كويس، بس ما وجدش المنافسه للسن الصغير ده نتيجه للالام الكتيره اللي بتحصل من وراه. هوقف المدربين وكده وبتاع. اكلمك بصراحه لما اثير الموضوع ده بالذات عن ان احنا نطلع للسن ال 11 سنه كويس، كان الراي ان الانديه مش هتهتم بالقطاع لو ما فيهوش منافسه. في انديه كتيره ما بترضاش تدفع لمدربينها فلوس او تدفع مكان غير ما يكون في مركز جوه البطولات. لا انا اقول لك حاجه، انا ما اقولكش ان كل المراحل تبقى كده. يعني مرحله بدايه مثلا 2010. مرحله بدايه 2010 يعني عنده 8 سنين كويس تمام. بدايه اول سنه دي يخليها مهرجانات بالنسبه له، لان السن صغير جدا ان هو يخش تحت يتعرض لزي ماتشات ومنافسه واختيارات وكده وبتاع. انما بعد كده لا عادي نخش في منافسه عاديه. اعتقد في البطوله المصغره اللي فاتت كان اتحاد الهاندبول قادر يوقف الموضوع ده شويه، يعني وقف ناس، غرم ناس اولياء امور، وغرم مدربين ان هم ما يزقوش على اللعيبه، ما يعملوش بوش على وستريس على اللعيبه. ممكن معلش يعني اسالك حاجه. اتفضل. العيل من بيته، طفل من بيته، هو نايم بالليل وعارف ان عنده ماتش بكره، والده والدته هيعملوا معاه ايه؟ وهو هيعمل ايه؟ وهو رايح للماتش هيعمل ايه؟ لا لا بقول لك 8 سنين وهو جوه. يعني فاهمني ازاي؟ وهو جوه يعمل ايه؟ وهو قاعد قدام المدرب بيقول له هتعمل ايه؟ وهو اثناء المباراه وبيزعق له انت تحت كوره فين؟ حتى من غير زعيق. هو اصلا شايف الناس كلها يا اما عماله تسقف يا اما تعمل. كل ده مش مدرب بس يعني. مش حاجه خارج النطاق يعني. عشان كده اقول لك ان اول سنه ليه يبقى العمليه هيحصل الكلام ده، بس يحصل من غير ضغط. يحصل شويه بعد شويه. يحصل بعدها بسنه بقى. يعني يكون يتعود على الشكل العام ده كله. فيبتدي يعني حتى ولي الامر تكون انت مرنته يعني ايه ماتشات بطريقه سلسه غير ماتشات كده وبعد كده بتاع ده فاهمني ازاي؟ يعني فاهم حاجه الناشئين الاشبال والناشئين والشباب. انت الحمد لله تعالى النادي الاهلي واخد اشبال اللي هم مواليد 2002 كويس سنتين ورا بعض، واخد ناشئين 2000 سنتين ورا بعض ما شاء الله اللي هو السنتين اللي فاتوا. الشباب خسران فرق نقطه واحده نتيجه ان كان حصل دروب، في ناس كانت سافرت وكده وبتاع، فحصل دروب. دول مواليد 98 اللي هم 98 بطل افريقيا اللي هم طارق محروس. اللي هم في 7 لعيبه عند حضرتك. في 7 لعيبه منهم بس حد من 2000 كمان يعني كمان يعني 6 لعيبه من 98 في النادي الاهلي. شايف ان احنا ان شاء الله في المرحله الجايه النادي الاهلي عنده ضخ لمرحله الدرجه الاولى في اللعيبه دي كويسه؟ انا شايف ان في ضخ درجه اولى، بس لازم الناس تعرف ان اللعيب ده عشان يؤدي مع ده لازم اللي هم السنتين اللي محددهم الاتحاد خلال السنتين دول يبقى لعيب. يعني ايه لعيب درجه اولى؟ يقدر يؤدي بعديها وتاخد منه. انما مش معنى لعيب شباب ان ادخله
حطه اساسي مره واحده هو في السنتين دول او بعد ما يطلع من الشباب، لان بيبقى في جاب ما بينه وما بين اللعيبه الثانيه في خبراته والكلام ده. انما وهو معاهم يبتدي يكتسب خبرات الدرجه الاولى. خد بالك ان فرق كبير ما بين الشباب وما بين الدرجه الاولى. تمام، الشباب هيخش على درجه اولى لازم يقعد على الاقل سنتين زي ما محدد الاتحاد، ياخد خبرات الدرجه الاولى، بعديها هتبص ليه ينطلق. هو ده القرب اللي ما يبقاش فيه ضرر لفريق اصلا بيلعب على طول. كابتن عاصم حماد مع اولياء الامور. يعني لازم نسالك السؤال ده، اولياء الامور دلوقتي بقى متدخلين تدخل تام جوه الرياضه، كل واحد يتمنى ان ابنه يلعب ويبقى بطل عظيم في كره اليد. قول لي يعني من وجهه نظرك التدخل ده بيكون في المصلحه في الصالح مش في الصالح، بيدخلوا ازاي؟ احكي لنا. بص انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. وليه الامر تيجي تساله بتلعب ابنك الرياضه ليه؟ ما يعرفش يرد عليك. لا عشان درجات ثانويه عامه. واقصى حاجه ما يرد عليك ثانيه، واقصى حاجه ما يرد عليك يقول لك ايه؟ عشان علمه يعتمد على نفسه. كويس. تقول له مدخله الجيش. اقول له كده مدخله الجيش يعني. تمام. فبتيجي تكلم وليه الامر تقول له هو انت عارف تلعب ابنك ليه الرياضه؟ تلعب ابنك رياضه عشان اول حاجه ومن ضمن الحاجات كده بدون ترتيب يعني تبقى عارف صحابه مين، رايح فين، جاي منين، عامل ايه. تمام. يا اما سوريا ما يكبر شويه تبقى عارف ان هو هتعطر فيه ازاي وتيجي فين، مش ما تبقاش عارف انت عنه اي حاجه في اي حاجه. نمره اتنين ان انت يا اما يكون بيلعب رياضه بدل ما يضيع اربع ساعات تمرين وهو كبير بقى في ثانويه عامه وكده وبتاع او في جامعه يروح يقعد فيهم على القهوه ولا حاجه، يضيع اربع ساعات يروح التمرين رايح جاي. فانت على الاقل في حاجه يبان فيها. ثالثا الثانويه العامه اللي انت بتقول عليها ان هو انت بتلعب في النادي الاهلي وبالتالي يبقى مقدر لك ان شاء الله يا رب لو في نص في المية من التفوق ده يضيف لك، فده بينقل من جامعه لجامعه فتبقى حاجه كويسه كده. الحاجه الاخرانيه ان انت لو ليك نصيب اصلا وكملت سواء في درجه اولى في النادي الاهلي او غيره تخش الدنيا في ناحيه احترافيه خالص فبتعمل الكلام ده. وفي نفس الوقت وانت في مرحله الشباب في مرحله الشباب بيبقى في ماده اصلا مناسبه اصلا او مرتبه مناسبه الشاب يعتمد على نفسه زي كانه بيشتغل بالظبط. وانت طبعا دي زي الاحتراف عليت ما بقتش زي الاول يعني 20 سنه وكده يعني. طب لا لا ما بقتش كده خلاص يعني. طب قول لي فبالتالي ده تبقى حاجه يعني كل ده حاجه كويسه. هو بقى بيسيب ده كله عايز ابنه يلعب حالا، عايزه يبقى اساسي، عايزه يبقى كذا، عايزه يبقى كذا. طبعا مع المعترك اللي احنا فيه وكده وبتاع بقى احنا متهمين ان ده كذا او ده على حساب كذا او كذا. في اخطاء تمام وفي ممكن يكون عندنا او عند غيرنا، انما مش معناها بالدرجه اللي هو بيتكلم فيها ولي الامر. نصيحه تقولها لاولياء الامور الناس او الاولاد او الشباب او كل الناس اللي مشتركه في جهاز كره اليد تنصحهم تقول لهم ايه؟ اقول لهم طالما ابنكم لعبوا رياضه احمدوا ربنا سبحانه وتعالى انه بيلعب رياضه واهتم بيه انه يفضل يلعب رياضه او يلعب في اللعبه دي بايده هو وهو بيلعب ويتفوق هيوصل كده كده. ولو كان زي ما انت بتقول بتشتكي ان المدرب اصلا مش مهتم بيه وهو صغير كده كده يوم ما يوصل للسن الطبيعي للعبه اللي هو 11 سنه 12 سنه اي مدرب هيديله لان هو ده السن الطبيعي لتاكيد المهاره وتاكيد المستوى وتاكيد الكلام ده. هتبص تلاقيه بعد كده خد دوره وكده بتاع زي لعيبه كتيره كان اهاليها كانوا معايا من زمان بيقول لك يعني وبتاع مش عارف ايه دلوقتي لعبتهم اساسيه وبتلعب وكل حاجه. يعني هنقول ان اولياء الامور بلاش ستريس شويه على اللعيبه، يعني سيبهم ينطلقوا في وجهه هو ستريس على نفسه اكتر. تمام. يعني انت تلاقي دايما ولي امر ولية الامر عيني منهاره وبتعيط وكده وبتاع، ستريس عليها وعلى صحتهم بلا اي معنى. يعني انا شايفه ان بلا اي معنى. سؤال مهم جدا لازم اساله لك وكنت لازم اساله لك من الاول خالص. بتعمل ايه في بيتك؟ مش موجود 24 ساعه قاعد بره. بيتك، اهل بيتك، اسرتك فين؟ بص انا اتعودت على حياتي ان اليوم الطويل اليوم الطويل حتى من ايام قبل ما انا كنت في وزاره الداخليه طبعا وفي الشرطه يعني وفي كل الشرطه اصلا خدمتي كلها كنت بنزل 4 الفجر واطلع اوصل لغايه الساعه 6 اخد بعضي اخد حتى اطلع على تمريني بتاع الدرجه الاولى وكده لان انا يعني لا الحمد لله حياتي كلها تدريبيه درجه اولى يمكن سنه واحده بس مسكت الشباب كده استثناء كان ظروف الشغل يعني واكمل يومي. فانا متعود على اليوم الطويل وبالتالي زوجتي اتعودت على كده واولادي اتعودوا على كده. منا مستحملك على اليوم الطويل. والله هي بتحاول بقى هي دي الوحيده اللي انا ما اقدرش يعني ما اقدرش عليها دي ما اقدرش عليها انما اتعودت على كده للاسف. كابتن عاصم حماد سعيد جدا 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 بالحوار يعني مش قادر اوصف لك شعوري. انا سالتك اسئله ممكن كتير ما كانوش يسالوها مع حضرتك واتطرقنا لموضوعات كتيره، لكن عايز اقول كلام اخير لبعض الناس. جماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ جماهير النادي الاهلي كلهم اتمنى وبدعي ربي سبحانه وتعالى
ان اخليهم او اكون سبب، يعني يكون ربنا مخليني سبب ان شاء الله ان اكلهم يبقوا اكثر سعاده واخر سعاده من فرقه اليد السنه دي ان شاء الله. لاعبي الفريق الاول للنادي الاهلي بقول لهم انا طالب منكم وانا عارف انتوا بتعملوا ايه وحطوا كرك على ربنا سبحانه وتعالى، انما انتوا مطلوب منكم اضعاف اللي انتوا قدمتوه السنين اللي فاتت السنه دي بالذات لحاجات كتيره هم عارفينها وانا قايلها لهم، وانا عارف انه هيبقوا اداء ودود ان شاء الله. جهازك المساعد؟ جهاز المساعد حقيقه متعب اصلا، جهاز متعب اصلا. فانما حقيقه هم منتهى الاخلاص يعني، سواء كابتن عادل او كابتن هاني طبعا مدير الجهاز، وكابتن عادل المدرب العام، كابتن تامر المدرب الدرجه الاولى، دكتور احمد ادري، دكتور محمود طبيب الجهاز، كابتن شهير المدرب. اقول لهم انت هتتعبوا السنه دي كتير، بس الناس محتاجه، انا زي ما انت قلت كده محتاجه تفرح بفرقه اليد، والسنه دي يعني بدعي ربي سبحانه وتعالى ان يكرمنا ان احنا نكون كلنا مع لعيبتي سبب في الكلام ده ان شاء الله. مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي انا بقول له زي ما هو متعود يعني، وزي ما بدات الموسم كده من ساعه ما جه كده وبتاع، ان خليك ورانا ان شاء الله، واحنا مش هنقدر مش هنحرجك ابدا ان شاء الله مشيت رحمن، واتمنى ان احنا ربنا يقدرني انا وجهازي ولعيبتي ان نقدم اللي يليق او اللي موجود فيه النادي الاهلي والمركز الموجود فيه النادي الاهلي دايما مسير الرحمن في كل بطولاته. كابتن عاصم حماد شكرا جزيلا، سعدت ان انت موجود معايا النهارده ودايما تكون معانا ومتواجد في حظ بطولات اخرى للنادي الاهلي. انا سعيد جدا بيك، لان كل وانا بكلمك دلوقتي مخالتي من حوالي 20 سنه وانت لعيب حارس مرمى عندي وماسك ودني اصلا وجاني بيها اصلا ومسكت ودنك الكلام ده، وبعد كده بقى مش عارف مدير وبيستعوا كده، انما انا سعيد كابتن خالد بالكلام ده، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقعد اعداد كتيره زي دي يا رب، تكون بعد مكاسب يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نشكر كابتن عاصم حماد شكرا جزيلا، وضح نقط كتيره، نقط خلافيه ونقط جوه الجهاز ونقط جوه اللاعبين وكل حاجه، اعتقد كل جماهير الامور كلها وضحت ليه، بنشكره شكرا جزيلا، وان شاء الله هنكون معاه ومتابعينه ومتابعين لفريق كره اليد بالنادي الاهلي في البطولات القادمه، وامنياتنا ليهم الطيبه. في نهاية لقائنا النهاردة تابعونا كل الأسبوع من الساعة 7 للساعة 10 والأهلي الليلة، شكرا وإلى اللقاء.